الدول أدركت ده. عندنا صحيح. كوكب زي كوكب الصين يمنع أصلا كل وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي، وعندنا وسيلة تواصل اللي هي تويتر اللي هي بقت إكس الأكثر إثارة للجدل. أغلقت حساب ترامب، والنهاردة بيتم حظرها في البرازيل. فأعتقد أن إحنا دخلنا في عصر أن الدول بقت تصدر أحكام على منصات التواصل بالإغلاق والحجب بدون أي رحمة. تعليقك يا دكتور. بص، دي نقطة مهمة جدا، والعالم كله مقلوب من أول امبارح على فكرة حظر البرازيل لمنصة إكس أو تويتر المملوكة لإيلون ماسك، الملياردير إيلون ماسك. الفكرة هنا على فكرة هي مش فكرة، يعني الناس كلها أو الأخبار اللي أنا بتابعها من أول امبارح بتقول إن هم الأمور جت بسرعة، في خلال 24 ساعة اتقفلت المنصة عشان هم ما امتثلوش للقوانين الخاصة بالبرازيل. ولكن خليني أوضح للمشاهد الفكرة. أصلا دي خناقة كبيرة من بدري موجودة ما بين إيلون ماسك وما بين القضاء البرازيلي من بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة اللي حصلت في البرازيل، والرئيس الجديد اللي موجود وبدأ يحس إن في بعض مستخدمين إكس أو تويتر بيبدأ يحط أخبار زائفة أو يشوه سمعة الرئيس الجديد، وهو تابع للرئيس السابق وسياساته وهكذا. فأمر إيلون ماسك إن هو بعد إذنك شيل احجب لي الناس دي من على تويتر واديني بياناتهم، عشان الناس دي بتخالف القوانين اللي موجودة عندنا. بعد ما حجبهم وبعد ما حجب حساباتهم من على المنصة إكس، رجع إيلون ماسك فتح الحسابات دي تاني وبدأ يشغلهم تاني على الإكس وينزلوا بنفس الأخبار. فحذرهم الرئيس بأن أنت لازم تحط لي ممثل قانوني للشركة عشان أقدر أرجع عليه بالقوانين الخاصة لدولتي. وبالفعل هو كان فيه ممثلة قانونية لشركة إكس داخل دولة البرازيل، ولكن هذه الممثلة تمت استقالتها بعد أن يعني تعرضت لبعض التهديدات أو التحذيرات أو الإنذارات لأن هي تمنع أو تشيل هذه الحسابات. وبعد هي وجدت نفسها ما بين شقاي الراحة، يعني هي لقت نفسها ما بين المطرقة والسندان، فاستقالت الممثلة القانونية. فأصدر هنا القاضي، قاضي المحكمة العليا البرازيلية، قال والله يا جماعة في خلال 24 ساعة، لا في خلال 24 ساعة الأول أنا بنذرك، لو ما جبتليش ممثل قانوني يمثل شركتك داخل دولتي أنا هحجب المنصة. وفي خلال 24 ساعة بالفعل ما بقاش في ممثل قانوني يمثل منصة إكس أمام دولة البرازيل، فتم حجب أو تعليق منصة إكس لحين دفع الغرامة المتفق عليها في حين عدم تعيين ممثل قانوني، وبالتالي حصلت البلبلة اللي حضرتك شايفها في العالم كله. ومش كده بس، هم مش جم على فكرة إكس، هم جم على المستخدمين البرازيليين نفسهم. لو أنت استخدمت منصة إكس من خلال اي شيء غير مشروع زي الفي بي ان او خلافه او تحايلت على الدوله، بنفرض عليك غرامه 50,000 ريال برازيلي. مش ممكن. ده اللي حصل. يعني كمان لو انت دخلت في بي ان هتتجاب. هم قالوا كده للمستخدمين، اي مستخدم هيتحايل على هذه المنصات ويخش من خلال طرق تانية زي الفي بي ان وخلافه فهي بتفرض عليه غرامه 50,000 ريال برازيلي لو انت استخدمت ده. غير ان هي برضو القضاء امر بتجميد حسابات شركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك لحين دفع الغرامة المقررة على إكس. فهو صراع كبير جدا ما بين الشقين، سواء إيلون ماسك أو القضاء البرازيلي. أكيد، يعني أعتقد أن قد نشهد في الفترة القادمة مزيد من الإغلاقات إذا استمر هذا الوضع في البرازيل، أو إذا لم يستمر عدم التزام المنصات المختلفة بالقوانين الخاصة بكل البلاد. مش عارفين بقى الناس وقتها هتعمل ايه وتحتال على هذا الموضوع ازاي. ادينا هنتابع وادينا هنشوف.